بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكن يا اخوان؟ طبعا اليوم رح نحكي عن العدد 355 ونكفي اعظم قتال في الانمي بين كورورو لو سيلفا وهيسوكا. واذا انت اول مرة بتشاهدنا وفاتك القتال من اوله، بتلاقي روابط الفيديوهات السابقة بصندوق الوصف. وسريعا اعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة اذا ما انك مشترك، مشان ما يفوتك شيء من يوم ورايح. في الفيديو السابق رأينا كيف تمكن هيسوكا النيل من كورورو وتوجيه له ضربة قاضية أدت إلى موته، ولكن يتفاجأ هيسوكا بأن هذا ليس كورورو وإنما نسخة عنه. كورورو استخدم أيادي التحويل واستبدل شخصيته مع شخص آخر، واستخدم قدرة الشمس والقمر للإبقاء على فعالية قدراته على النسخة. فيتذكر هيسوكا ما قاله كورورو عن هذه القدرة ويبتسم ويقول: أفترض أنك لم تكذب. فمثل ما بنعرف أن كورورو فين يستخدم قدرة من القدرات من كتاب أسرار اللصوص إذا كان مفتوح على الصفحة اللي فيها القدرة، وبس سكر الكتاب بتروح القدرة. بس بعد ذلك طور قدرة وهي الإشارة المرجعية، فهي الإشارة المرجعية واستنحط على صفحة القدرة فين يستخدمها حتى لو كان الكتاب مغلق. فبيقعد هيسوكا بحلل قدرات يلي استخدمها، وأنه القتال كله حتى هذه اللحظة كان لكي يتحقق من استيعابه لقدرات كورورو. يلي افترضه هيسوكا هو تفعيل معرض الزيف، ثم وضع الإشارة المرجعية وإغلاق الكتاب، ثم صنع نسخ من الجمهور، ثم تفعيل طابع الأمر، ثم إلقاء أمر تحطيم هيسوكا. ولكن الذي فعله كورورو هو تفعيل معرض الزيف، وضع الإشارة المرجعية وإغلاق الكتاب، ثم صنع نسخ من الجمهور، ثم تفعيل الشمس والقمر، ثم وضع ختم الشمس على النسخ، ثم فك القدرة وربما كلتا القدرتين، ثم تفعيل طابع الأمر وإلقاء أمر تحطيم هيسوكا. ومثل ما قلنا بالفيديو السابق أن هيسوكا توقع أن كورورو لديه حوالي 50 دمية تحت أمره، ولكن إذا قام بتفعيل قدرة الشمس والقمر عليهم جميعا فهذا يعني أنه هناك نسخا أقل من العدد الذي قدره هيسوكا في البداية، لأنه سيحتاج وقت أكثر. فالعدد الذي يتوقعه هيسوكا هو بين 20 أو 30 دمية. فهيسوكا يريد أن يجد كورورو بسرعة قبل أن يصنع نسخا جديدا، ونظرا لسرعة كورورو فسوف ينسخ دمية كل ثانية أو ثانيتين، وهكذا سوف يكون هيسوكا أمام عدد لا محدود له من الدمى لقتالهم. فبيوقف هيسوكا بنص الحلبة وبيطلع على الجمهور وبيستغرب وبيقول: أولئك الذين يحسبون أنفسهم خارج مدى الهجمات هادئون للغاية. وينظر يمينا ويسارا باحثا عن كورورو، ولكن لا يستطيع التفريق بين كورورو والناس الذين يعتنون بالجرحى. وبسبب كثافة الجمهور فهيسوكا تهيأ له الظروف المناسبة لتدبير خططه، بيعمل بده اياه وما حد شايفه، ولكن ليس امامه متسعا من الوقت. ففي اقل من 10 دقائق سيكون هناك عددا هائلا من رجال الانقاذ والامن الاتيين الى هنا. اذا لم ينهي ما يقوم به سريعا سيتم في الغالب حمل نسخه التي تنتظر اوامر منه في وضع الاستعداد سويا مع الجرحى الى الخارج، وبعدها لن يستطيع الاستفادة منهم. وهذا يعني ان كورورو على الارجح سيستخرج كل ما لديه في الهجوم القادم، وسوف يستخدم الطاقة القصوى للشمس والقمر لكي يخلق نسخ متفجرة ويستهدف تفجيرها بقرب قدر الإمكان. فيقرر هيسوكا أن لا يسمح لأحد من الاقتراب منه. ففجأة مجموعة من الناس تثير الضجة والهلع، فبتنبهن المعلقة وبتقول لهم: استقروا في أماكنكم جميعا، الذعر لن يجعل الوضع إلا أسوأ. وعلى الأغلب أن كورورو استخدم نسخه لإثارة الضجة لأنه يريد التغطية لفعل شيء ما. فبينما المعلقة تنبه الجمهور عن وصول رجال الإنقاذ والأمن، فجأة يقوم أحدهم بسحب السماعات من على رأسها، فبسمع هيسوكا كورورو عم بيقول: حطموا هيسوكا. فينظر يمينا ويسارا ولكنه لا يجده. فالهدف من إثارة هذه الضجة هو لفت انتباه هيسوكا من أجل إصدار أمر حطم هيسوكا، ولكي لا يتنبه هيسوكا من أين صدر الصوت وبالتالي لن يستطيع إيجاده. ولا فجأة أعداد هائلة من الجمهور الذين مطبوع على جبينهم طابع الأمر يهجمون على هيسوكا.
فيقف هيسوكا في وسط الحلبة وينظر إليهم ويتجهز لهم. فيستخدم قدرته بانجي غام ويقوم بإصدار بانجي غام من أصابعه الخمسة، فيمسك خمس دمى ويقوم برميهم في الهواء وبلولحهم بلولحهم بلولحهم لحتى يدوخوا ويتشربكوا ببعضهم ويطلع من تمهم الدم، وبيضل ماسكهم وبيستخدمهم كالمطرقة لضرب الدمى الآخرين. فيقوم هيسوكا بالدوران حول نفسه بسرعة كبيرة جدا 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 ويستخدم هؤلاء الدمى لضرب الدمى الآخرين، وهدف هيسوكا مثل ما قلنا انه ما يخلي حد يقرب منه مشان ما ينفجر فيه، ولكن يحدث شيء لا يتوقعه هيسوكا وهو ان اجسام هذه الدمى تتفتت بسرعة واصبحوا اشلاء، فواحد من الدمى بباخته وبيهجم عليه، بس هيسوكا بيكون صاحيل وبيمسك الرأس المقطوعة وبيضربه على رأسه، وبعدين بيمسك خمسة تانين وبيستخدمهم كمطرقة لضرب الدمى الأخرى، ولكن لكثرة عددهم لا يستطيع هيسوكا صدهم جميعا، فيباغته آخرون فيقوم بضربه برجله ويقاوم بقوة وشراسة. فكورورو بيكون مختبئ بين الجمهور ويشاهد من بعيد، فبيمسك الجوال وبيدق رقم معين ثم يقول صحيح هكذا تماما والآن انحني. فهيسوكا بيكون عم يقاتل الدمى ويضربهم ضربا شديدا باستخدام المطرقة البشرية، ولكن يعاودون الهجوم من جديد، مهما ضربتهم لا يؤثر بهم، فهم يواصلون الهجوم طالما لم يتم قطع رؤوسهم. ولكن فجأة كورورو يعطي أمر ويقول الآن، فيحدث شيء رهيب جدا، الرأس المقطوعة بيد هيسوكا التي طالما استخدمها لضرب الدمى وضرب كورورو تنفجر بيده وتقوم بتمزيق يده بشكل رهيب، اخواتي حبايبي. ولهون بيكون خلص الفصل 355 من مانجا القناص، بس الاثارة والتشويق لسه ما انتهت، استنونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. بتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم وشكرا لكم.